جمهوري العزيز في كل مكان، اهلا وسهلا فيكم بلعبه الحياه. سعيده جدا انا لانه انتم عم تتفرجوا علينا، وبتمنى انه تدعوا لنا، تدعوا لمحمد من اسكندريه يكسب الجوله الثانيه. ثلاث علب يا محمد حسايد. ازيك يا مريان؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ انت الاورجنايزر بتاعنا، انت اللي تقول. اتنين مريان. ماشي، يا رب يا رب رقم صغير. طب رقصوا معه لما بيكون عم بيرقص الكونسيرت. مش عارف ايه الناس دي، صح شويه كده. هو بعد الفطار واللازم منه الامور ايه؟ لا ما ينفعش كده. انا مش شايف اللي وراكي على فكره يا رجل. استاذ اشرف الجديد. يلا يا اشرف، 14 اشرف. كان نفسي تقعد معايا وقت اطول من كده، بس معلش هاخد نص مليون وامشي باذن الله. سلام للاقصر واسوان يا جماعه، ورمضان كريم. نفتح اول علبه يا اشرف، ابتسامه عريضه بقى. ايه يا سلام، ده ايه؟ سد الشبك بتاع السمك كان ولا ايه؟ هو ادهم بقى بيألف والله ما عارف. اه حلو، اخر علبه يلا. اربعه اسراء. اسكندرانيه زيك يا محمد. يلا لما نشوف، لما نشوف اسكندرانيه يعملوا ايه في الاسكندرانيه. مش جاي له برضه. عادي ولا يهمك. كده الجولة دي خلصت؟ خلصت واخدت معها ربع مليون. ما خدتش نص مليون. نص موجود. يلا بسيطة، هنعمل ايه؟ انت شعرفك؟ انت هو قال مش جاي لي ال 100,000. انت احلف. اوكي. بحب سيد السمك محمد. ابدا اطلاقا. دي بسيطه، انا هقول لك ايه البسيط. العرض بقى فتحنا ربع مليون جنيه، مما يؤدي الى انجاز اللي معرفش ايه، فهيبقى 4,000. طب اقول له ايه ده؟ لا بص، اقول له ايه يعني؟ بص الو، انا مش هفضل اشيل عنكم كتير، بقالي سنه ونص بشيل، حد يشيل عني. ربنا يقويك. هتقول له ايه؟ هيقول لي انا ايه؟ بدل ما بكلمكم. ما تقول لي اكلمه المره الجايه، اقعد انا مكانك وانت تيجي هنا تيجي نعمل فيه كده؟ وحياه ربنا. ترد انت علي، ديل اور نو ديل؟ نو ديل. طبعا لازم تكلمونا وتبعتوا لنا رسائل على الارقام اللي ظهروا قدامكم على شاشه التلفزيون، عشان يكون لكم نصيب بالنص مليون جنيه اللي لسه على قيد الحياه لغايه دلوقتي في الحلقه. محمد الجوله 3 على ابحث سعيد فضل. 20 انجي. جود لك يا محمد، ان شاء الله رقم كويس. الوان السامبا البرازيليه لبستها انجي كلها. فاضل لنا علبتين. ايوه. 8 رشا. يلا يا رشا.
انت يا رشا، مفيش رشا غيرك. أنسة رشا الجميلة حبيب قلبي، ظبطتك قوي أنا. حبيبي خدي بالك. وانتي عامله ايه؟ نص مليون راح، او بمعنى اصح 450,000 اللي لسه عندنا 50,000. زعلت؟ لا لا عادي، بس بدري قوي. فاضل علبة 22 شريف. محمد انت شخص عزيز عليا جدا، وانا متضايق يعني، متضايق قوي ان انت هتمشي وتسيبنا، وان شاء الله ان شاء الله يعني تاخد ال 50,000 اللي فاضله باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. نعيش العمر اتنين حبايب، والغرام في علينا دايب، والبعد بعد علينا، صون الحب اللي في عينينا، والفرح فين يجينا، والدمع ما يبقى دينا، ديب الليل بطول وعرض، كل مننا يفارق بعضه، والبعد اتمنى بينا. بص محمد، دي من الحاجات اللي بنتسال في برنامجنا، ان احنا فتحنا اكبر رقم وراء اصغر رقم، ودي اللي حصل، الحادثه دي بتحصل في الدنيا بجد، في حياتنا بجد. خير 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 خير، يعني بتلاقي مصيبه وراها حاجه حلوه، وراها مصيبه، يعني بتيجي كده هم ورا بعض. ابدا خالص. انت محمد، محمد زعل. ما احنا فتحناه ده الاخر، ما احنا خلينا فيها حاجه. بقول لك هو انت دايخ؟ انا دايخ؟ اه لا، بس المزيكا حلوه مستفزه. الضغط النفسي والجسدي على الاعصاب، على المساجين. هو ده، هجيب لك دلوقتي حاجه تنقط ميه. نقطه نقطه. خير خير خير. ال50,000 جنيه الفضلة يا محمد، انت عايز لو كسبتها ان شاء الله يا رب تكسبها، هتحطها مقدم شقة ولا مقدم عربية؟ لا دي ولا دي بقى، انا هاخدها واسافر بيها. عايز تسافر تروح فين؟ هروح تركيا، هروح الهند، هروح الصين، هروح اليابان. هم 50,000 انت، هم كلهم 50,000 لو كسبتهم، هتروح فين من نص القارة اللي انت قلتها دلوقتي؟ الهند والبرازيل. شتانه ما بين الهند والبرازيل. اروح فرنسا. فرنسا. مش هنساله ليه طبعا، كلنا عارفين. عشان اشوف البنات الحلوه اللي هناك. احنا في رمضان اه، بس هشوفهم بعد رمضان، بعد الفطور. يا قلبي يما، عشان تتعلم ما تقول هيك شيء. انقطيني انقطيني، قولي لي عرض ينقط. هي نقطة بس صغننة، شلل نصفي مش شلل تام يعني. بقول لك الأفضل إنك تفضل في مصر أم الدنيا، تتفسح هنا بالعرض اللي هو هيديهولك، واللي هقوله لك دلوقتي 2200 جنيه. حلو كويس والله، لو لسه فاكر بيتصل وبتاع. بس لسه في 50,000 هاخدها ان شاء الله وانا ماشي. ان شاء الله يا رب يا محمد، يا رب من قلبي عم بدعي لك تاخد ال 50,000 وتفتحني معاك في فرنسا. قولي كده يا بركه،
تقولي كده. يا خالتي. ديل اور نو ديل؟ نو ديل. لاقونا بعد البريك هنكمل ديل اور نو ديل.